الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وذلك لأن الشريعة جاءت بحفظ العقول، فأي شيء من شأنه أن يذهب العقل ويغطي عليه فإنه يعتبر حراما شرعا. ومن جملة ما حرمته الشريعة حماية للعقل شرب الخمر، وقد كان الخمر في العهد النبوي تتخذ من التمر ومن العسل ومن الزبيب ومن العنب، ولكن مع تطور الزمان والمكتشفات صارت الخمر لها صور متعددة، فالعبرة في ذلك إذهاب العقل، فما خامر العقل وأذهبه وغطاه فإنه يعتبر خمرا من أي نوع كان. وبناء على ذلك فالمخدرات المعاصرة تعتبر خمرا ولها عقوبة شارب الخمر، وإذا رأى ولي الأمر قتل مروجها لشدة ضرره وفساده فله ذلك، فيقتل تعزيرا. فالخمر في العصر الحاضر محرمة سواء أكانت جامدة أو سائلة أو دخلت عن طريق العرق أو عن طريق الفم أو عن طريق الشم، فكل ما خامر العقل فإنه يعتبر خمرا. ومن ذلك أيضا حرمة النبيذ إذا قذف بالزبد، والنبيذ هو أن تأتي بتمر فتنبذه في ماء، فلك أن تشربه اليوم الأول والثاني واليوم الثالث تشربه إلى الليل، لأنه ما بعد ذلك فيما بعد ذلك سوف يتخمر. وقد كان التمر ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه وغد وبعد غد إلى المساء، ثم يسقيه خادمه أو دابته أو يريقه، لأنه في الليلة الرابعة أو في اليوم الرابع لا بد وأن يقذف بالزبد. ومن ذلك ما يسمى بالحشيشة، فإنها تعتبر حراما ولها عقوب، ومن شربها فلا فعليه عقوبة شارب الخمر، بل هي أشد فتكا بعقل الإنسان وجسده من مجرد شرب الخمر. ومن ذلك بعض الأدوية النفسية التي توجب ذهاب العقل أيضا تأخذ حكم الخمر ولا يجوز استعمالها، فكل شيء خامر العقل فإنه يعتبر حراما من أي مادة كان وعلى أي صفة كان. هذا هو القول الحق في هذه المسألة.